السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدا الكلام الاول، نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. اتمنى من حضراتكم قبل ما نعمل الفيديو بقى ونتكلم خالص ان انتوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. واللايك يا جماعه من حضراتكم بيساوي كلمه شكرا، فاتمنى ان انتوا ما تبخلوش عليا بلايك علشان الفيديو يترفع، واللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه. ونبدا الفيديو بقى على بركه الله وتشوف الجمال والحلاوه دي. شايفين الخضار قد ايه مستوي جميل؟ شايفين الفراخ التحفه دي قد ايه مستويه؟ طبعا لا هنحمر ولا هنسلق ولا نعمل حاجه خالص، في الفرن وهنحط، مفيش اكتر من كده، مفيش اسهل من كده. شايفين الفراخ قد ايه مستويه، ما فيهاش دم وما فيهاش اي حاجه خالص. شايفين الجمال؟ هنعمل كل انواع الخضار اللي انت حباها هتحطيها، ولا اي حاجه ميه ولا اي حاجه خالص. وهنشوف هنعمل ايه. انا حبيت اوريكم الاول الفراخ كده والخضار قبل ما نبدا في الفيديو علشان تشجعوا وتكملي الفيديو للاخر. هتشوفي حاجات بقى وتكات تحفه تحفه تحفه، يا رب ان شاء الله الفيديو يعجبك. شايفين الفراخ جميله ازاي ومستويه؟ نبدا على بركه الله ونجيب الخضار بتاعنا ونقطعه. زي ما انتم شايفين معانا جزر، معانا كوسه، طماطم، بطاطس، معانا بصل. انا بقول لكم اهو اللايك فضلا وليس امرا، اتمنى منكم ان تحطوا اللايك علشان يعني القناه تكبر بيكم ان شاء الله. شايفين انا بقشر الكوسه دلوقتي. الخضار اللي انت حباه تحطيه، مش شرط الخضار يعني اللي انا بقول عليه، يعني حسب. في ناس ما بتحبش الكوسه عادي، في ناس بتحب الفاصوليا، البسله اللي انت حباه حطيه، يعني مش شرط الخضار اللي انا جايباه. زي ما انتم شايفين كده انا جايبه خضار مشكل كده وجايبه بصل صغير، هسيبه صغير زي ما هو كده. متخيلوش يا جماعه بنشوي كده بيتعمل بقى طعم تحفه اهو. زي ما انتم شايفين كده هنقشر الخضار ونغسله كويس وبعدين نقطعه. يا جماعه الفراخ طبعا لما يكون مسلوقه بتبقى طعمها مش حلو خالص، فلازم نبتكر في الفراخ، نحاول نخلي لها طعم. اهو زي ما انتم شايفين انا جبت الصينيه بتاع الفرن، كلكم عندكم الصينيه دي اللي هي بتاع الفرن. هنبدا نقطع فيها الخضار بعد ما غسلناه، يعني حاولي تخلي التقطيع يعني كبير زي ما انا عاملاه كده، مش يعني صغري. الحاجه اللي انا اقول لكم يعني ما تنفعش تتغير هقول لكم عليها بصراحه. هنجيب بس حبتين طماطم مش اكتر، يعني ما تكتريش الطماطم. ممكن تحطي معلقه صلصه وما تحطيش طماطم، بس انا برضو حطيت معلقه صلصه وقطعت طماطمتين براحتك برضو. اكرر تاني، الخضار اللي انت حباه تحطيه. وهنتبل الفراخ دلوقتي وهوريكم التتبيله السحريه بتاعتي اللي هنتبل بيها الفراخ. شايفين البصل الصغير ده انا حطيته صغير زي ما هو كده. بعد كده هنجيب فصين ثوم ونحط فصين ثوم نهرسهم. ورشه فلفل، طبعا التوابل اللي انت حباها، طبعا معلقتين زيت وجوز الطيب. هنحط يعني التوابل عندي المفضله، انتوا عارفين اللي هي جوز الطيب لازم نحطها. وهنحط معلقه صلصه ونبدا نقلب علشان نخش على تتبيله الفرخه بعد الفراخ بعد كده. وبعد كده هنقول له هقول لكم هنعمل ايه. انا قرنش شطه حامي كده قطعته يعني قطع كبيره علشان ايه اللي مش حابب اللي بيحرق فما ايه ما يشيله يعني. حابه برضو تحطي شطه ناعمه براحتك، اي حاجه حابه تحطيها شطه خضره ماشي اللي انت حابه حطيه. هبدا افرد الخضار معايا كده علشان هنحطه فوق الفراخ. ونيجي الفرخه بتاعتنا هنتبلها تتبيله بقى تحفه معايا واحده واحده. نشوف التتبيله بتاعت الفراخ معايا. بصلايه متوسطه مبشوره ناعم زي ما انتم شايفين كده، مبشوره ناعم جدا. حابه تصفي التفل وتاخدي الميه بس ماشي. معانا فصين ثوم مهروسين. معانا ده خل تفاح، لو عندي خل عادي ماشي، دي معلقه خل تفاح بس، خل عادي ماشي اي خل. معايا صويا صوص، هنحط معلقه صويا صوص. متخيلوش يا جماعه بتخلي طعم الفراخ شكلها ايه وبتخلي لونها جميل، يعني الصويا صوص ده بتفرق في المشويات كلها. معانا بقى رشه فلفل، جوز الطيب، الطاب اللي انت حباه حطيها. معانا نص معلقه كزبره ناشفه نحطها اهو. زي ما انتم شايفين دي كزبره. اللايك فين؟ اللي محطش لايك يحط لايك، انا شايفاكم. معانا واحده واحده كده بقى، واللي مش مشترك في القناه اتمنى انه يشرفنا ويشترك في القناه علشان القناه تكبر بيكم ان شاء الله.
اهو زي ما انتوا شايفين كده التتبيله بتاعتنا، حطينا طبعا الملح دي معانا بقى التكايه المهمه قوي، دول 4 معالق زبادي. تخيلوش يا جماعه الزبادي بتخلي الفراخ طريه قد ايه، المشويات عامه، ومعلقه صلصه بتخلي اللون عشان اللون ايه يبقى شكله احمر وجميل كده. الزبادي يا جماعه بيخلي اي مشويات طريه كده ويديها يعني طعم جميل. اهو زي ما انتوا شايفين هنبدا نضربهم وهنحشي الفرخه بالكامل. هقول لكم نحشيها ازاي دلوقتي. زي ما انتوا شايفين انا هفصل الجلد يعني اشيل الجلد بعيد عن اللحم، بفتحها من اول من ورا الاول، شايفين انا بفتحها من ظهرها اهو. بعد كده ايه افتح الصدر كده بشيل الجلد كده، ما بقطعش من على الجلد، من تحت الجلد علشان عايز الفرخه شكلها سليم من على الوش كده، وابدا احشي الفراخات دي كلها، وبفتح الوراك برضو وبحشيها من جوه علشان تشرب التتبيله كويس وعلشان تستوي كويس. زي ما انتوا شايفين اهو خليش يا جماعه طعم الفراخ ده تحفه تحفه تحفه، والخضار بقى اللي هو تحتها علشان التتبيله دي كلها بتنزل على الخضار. هتشوفوا دلوقتي هنعمل ايه، فبتدي له طعم جميل، يبقى خدت شوربه الفراخ وخدت تتبيله الفراخ، فتبقى طعم الخضار جميل جميل جميل. عايزكم يا جماعه تعملوه تقولوا رايكم في التعليقات، واتمنى من حضراتكم لو عملتوه عجبكم، ما تنسونيش في دعوه حلوه من حضراتكم وكومنت حلو كده بتقولوا لي رايكم فيه. اهو زي ما انتم شايفين اهو انا حشيتها كلها وفردتها كده. ده ما سيبش حاجه خالص الا اذا حطيت لها في التتبيله، عشان ما تحطش التتبيله في كل المكان بتدي له طعم وبتسويه بسرعه. اهو زي ما انتوا شايفين، وهنسيبها ساعة في التتبيلة، اقل حاجة ساعة، ممكن تسيبها ساعتين يبقى احسن واحسن، يعني بقول لك اقل حاجة ساعة عشان كل ما تسيبيها تستوي معاكي بسرعة. وسلام لو انتي متبلاها من بالليل، يعني تبلشيها من بالليل وحطيها في التلاجة تبقى تحفة بصراحة. شايفين انا فردتها ازاي، حطيت من العظم بقى من اليمة التانية برضو تبلتها. كلنا يا جماعه بتحب النوع في الاكل بتاعنا، لو احنا عملنا الاكل كل يوم بطريقه معينه طبعا الاولاد هيزهقوا منه واحنا هنزهق طبعا، فلازم نحاول نجدد. الفراخ هي الفراخ، بس نبتكر بقى الطريقه اللي احنا نعملها بيها، مفيش كلام. زي ما انتم شايفين خلصت التتبيله، وابدا اجيب الخضار واجيب شبكه اللي هي بتاع البوتاجاز العادي خالص. زي ما انتم شايفين فردت الخضار كده، واجيب الشبكه اللي هي بتاع الفرن دي، رشه بقدونس اخضر كده وكزبره عشان تدينا النكهة والطعم الجميل. زي ما انتوا شايفين اهو هنجيب شبكة البوتاجاز العادية خالص نحطها فوق الصينية، زي ما انتوا شايفين هتبقى عالية عليها ازاي، عالية عن الخضار، ونحط الفرخة فوقها، وبعد كده هنولع الفرن من تحت ونحطها في الفرن، هتقعد حوالي معاكي ساعة ساعة وربع. اهو زي ما انتوا شايفين اهو هنحطها على الوش كده، اي بقى التوابل كلها هتنزل فين، وهنعصها بصلصه كده، التوابل كلها اللي في الفرخه دي طبعا هتقعد تنقط فين على الخضار، فالخضار يديله طعم جميل جميل جميل، يبقى كأنك الشوربه بتاع الفرخه ما راحتش راحت في قلب الخضار والخضار شربها، فبتديكي طعم بصراحه تحفه. طبعا الخضار ده يا جماعه لو انت حسيتي ان هو عايز ميه بتسقيه نص كوبايه نص كوبايه على الشبكه من فوق كده، يعني من فوق، وتقومي حاطه له ايه مسقساه نص كوبايه نص كوبايه، ما تحطوش ميه خالص كتير في الاول، ما تحطوش ميه، يعني هي بتقعد تنزل ميتها في الاول كده، لما انت تحسي ان الفرخه الميه بتاعتها نشفت هتبداي تحطي نص كوبايه نص كوبايه على الخضار مش على الفرخه، يعني تحطي من الشبكه كده على الخضار من تحت. بحاول يا جماعه اقول لكم كل اي حاجه تكات بصراحه، اللي بيقف قدامي انا بقولها لكم بامانه علشان دي امانه، وانا قلت لكم الحاجه اللي مش هتعجبني مش يعني مش هنزلها على علشان دي امانه، وانا بحب اوصل الامانه بالظبط. زي ما انتم شايفين بقى مولعين الفرن مسخنينه على درجه حراره عاليه، وهنحطه في الرف اللي في النص. بس اهو زي ما انتم شايفين اهو في الرف اللي في النص، الخضار ده انا مش حطاه على الارضيه خالص، انا حطاه متشعله كده برضو، يعني مش في الارض لحسن ينحرق، على الرف برضو، وهو هي بيبقى لها مجرى كده بدخلها اكنها شبكه بالظبط. اهو زي ما انتوا شايفين لو انتي حطيتيه على الارضيه خالص فنحرق منه، وتيجي الفرن على نار عاليه وتسيبيه بقى حوالي ساعه ساعه وربع كده، تحفه تحفه تحفه.
اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، بس انتوا عارفين لو عجبكم متنسوش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، واسيبكم امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله.